مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا ديال التبوردة المغربية في عيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. غنشاهدوا الصربات المغربية اللي الآن واحد الصربية جاية تلقي التحية، يعني كنقولوا حنا غتسلم باللغة ديال الباردية. تبارك الله، لوحة فنية جاية. تبارك الله ما شاء الله، شوفوا الخير كيفاش داير، شوفوا المقدم، التعليمات ديال المقدم، يعني الخير غادي صف واحد ما شاء الله ما شاء الله. حتى الحركة حركة عالمي الصراحة. شوف 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 الأخوان، هنا غيديروا التحية، سلموا التسليمة والروح تبسمي سمو الأمير وهو المرافق له، يقول التحية يقول التحية وكيصفقوا عليهم. الصربة الثانية إن شاء الله شو الخير اللي غادي خط واحد، شيء جميل ما شاء الله ما شاء الله. يعني كتشوف خيول لكل الصربة الخيل ديالها لون واحد، والمقدم كيبقى بالعود ديالو مختلف على 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 الصربة ديالو. هنا طلب التحية وطبيعة الحال الوفد الرسمي صاحب السمو الإمارات العربية كيرد التحية على الخيالة الباردية كما نقولو حنا. ما شاء الله، لوحة فنية متحركة. بلاطو بلاطو ما شاء الله، شوفوا المحرك كيفاش داير، محرك عالمي بكل امتياز، محرك ديال التبوريضة. هنا كنشوفو الصربة، هنا واقيلا غتكون غتكون طوقة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مبارك. اي 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 با 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 با. طلقة كانت ماصة، يعني ماصة باللغة ديال الخيالة، يعني ماصة هي دقة وحدة، البارود خرج دقة وحدة. تبارك الله عليهم، تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. تصفيقات من صاحب السمو لهاد الفرقة هادي الصربة اللي دارت هاد الطلقة هادي، جميلة جدا جدا. شوفوا ما شاء الله، شوف 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 شوف. ماصة ثانية، اي 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 اي، يعني تبوريضة